جدل واسع أثير خلال الأسابيع الماضية حول عقد الاستثمار الموقع بين مؤسسة الخطوط الجوية السورية مع شركة إيلوم الخاصة لتكشف مصادر سر العقد الموقع، فماذا قالت وما قيمة الإيرادات؟ خلال الفترة الماضية كان ملف عقد الاستثمار الخاص بالخطوط الجوية السورية موضع جدل واسع بين السوريين، خاصة أنه تخلله غموض غريب. ورغم عدم توضيح أي شيء بخصوص ذلك الملف من قبل الحكومة، إلا أن مصادر قررت كشف المستور حول هذا العقد الغامض، حيث أوضحت المصادر أن العقد الموقع بين السورية للطيران وشركة إيلوما مدته 20 سنة، ومن المقرر أن تقوم الشركة المستثمرة خلال تلك الفترة بدفع ما يصل إلى 295 مليون دولار على إدارة تطوير وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية وقطاع الطيران في سوريا. أما الخطوط الجوية للطيران فمن المقرر أن تحصل أيضاً على مبلغ 546 مليون ونصف المليون دولار ضمن مراحل العقد، إلى جانب حصتها من الإيرادات الإجمالية والتي تقدر ب 25% خلال أول 10 أعوام من مدة العقد المبرم، وذلك بشرط ألا يقل المبلغ السنوي عن 20.5 مليون دولار. أما فيما يخص باقي الأعوام فأوضحت المصادر أن 10 أعوام الثانية من العقد سترتفع حصة سوريا لتصل إلى 32.5% من الإيرادات الإجمالية بشرط ألا يقل المبلغ عن 29.8 مليون دولار خلال أول 5 أعوام من 10 أعوام الثانية، وألا يقل عن 38.5 مليون دولار في آخر 5 أعوام من مدة العقد. وبموجب العقد فإن الشركة المستثمرة ملزمة باستثمار مبالغ مالية بالتزامن مع القيام بتطورات في المحطات الموجودة والمحتمل إسناد التشغيل إليها في الفترة الحالية والمقبلة. وأشارت المصادر إلى أن الشركة المستثمرة ستكون ملزمة إذن بدفع مبلغ 77 مليون دولار في أول 2 منذ البدء بتنفيذ العقد للخطوط الجوية، كما ستقوم أيضا باستثمار 14 مليون دولار لتجهيز طائرات جديدة حتى يصبح عدد إجمالي طائرات الأسطول الجوي المدني في سوريا 20 طائرة. كما ستكون الشركة الخاصة ملزمة بدفع جميع النفقات المترتبة على إصلاح الطائرات المعطلة وإعادتها إلى الخدمة من جديد، بالإضافة إلى تنفيذ العقود المبرمة بين السورية للطيران ووكلائها في الخارج. جدير بالذكر أن ملف استثمار مؤسسة الخطوط الجوية السورية قد أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن عقد الاستثمار، حيث قالت بعض المصادر أن مؤسسة الخطوط الجوية السورية ستكون الخاسر الأكبر من هذا، حيث يشير البعض إلى أن هذا القرار ليس في صالح سوريا رغم ترويج الإعلام له على أنه إنجاز، في الوقت الذي يكثر الحديث عن أن ملكيتها تعود للمكتب الاقتصادي في القصر في دمشق.